أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم نبدأ بالمحاضرة الأولى من الشابتر الأول الخاص بمادة الفورم عند فيديو تكنولوجي 2. طبعا محاضرتنا اليوم راح نحكي عن الأنالوج فيديو سيجنال والأنالوج ديفايسز. طبعا الأنالوج فيديو ما زال يستعمل في يومنا هذا في كثير من المجالات ولا يمكن الاستغناء عنه بما فيها مجال الفيديو تكنولوجي. ليش؟ لأن ما زالت أجهزة فيديو تتعامل ويا التقنية القديمة اللي هي الأنالوج، وما زال لحد الآن أجهزة بروفيشنال في كثير من الاستوديوهات وكثير من القنوات توجد أجهزة تتعامل مع الأنالوج سيجنال. لذلك من المهم والضروري أنه ندرس هاي الأنالوج سيجنال وكيف يتم التعامل معها في أجهزة التلفزيون، في أجهزة الاستوديوهات. فنشوف أمامنا هاي بعض أنواع الفيديو بلوجز اللي تستخدم في كثير من مجالاتنا اليوم وكلنا شايفيها. أول وحدة هذا النوع الأول اللي هو الـ VGA كيبل، يستخدم في نقل الصورة للحاسبات لغاية يومنا هذا، وهو إشارة ينقل إشارة أنالوج. أما النوع الثاني وهو الـ RCA، وهو ينقل نوع من أنواع الفيديو اللي راح ناخذ إن شاء الله بهاي المحاضرة اللي هو الـ Composite Video، وراح نفهم شلون تنقل هذا الكيبل ينقل إشارة لفيديو صورة كاملة من خلال كيبل واحد وهو الكوكسيال كيبل. أما الـ Other Two Plugs فهو ينقل الأوديو Left والRight. النوع الثالث وهو الـ Component Video، هاي ثلاث خطوط تنقل مادة فيديو واحدة، وراح نعرف شنو تفاصيل هاي السيجنال. أما النوع الأخير وهو الـ BNC، وهو يعتبر نوع من أنواع الـ Professional Analog Video Cables. يعني هذا الـ BNC ينقل ديجيتال فيديو وينقل أنالوج فيديو، ويستعمل في كثير من المجالات البروفيشنال. طبعا نسأل نفسنا، سابقا كانت الحاسبات تتعامل ويا مونيترات أنالوج وهي الـ CRT مونيتر، ويتم نقل الإشارة عن طريق كيبل VGA اللي هسه شفناه قبل شوية. زين، الحاسبة أو الكمبيوتر عادة يتعامل مع إشارات ديجيتال، فكيف تعرض هاي الشاشة الأنالوج فيديو؟ طبعا في داخل الحاسبة يوجد كارت يسمى الفيديو كارد، هذا أو الجرافيك كارد هو المسؤول عن تحويل هاي الإشارات الفيديو داخل الكمبيوتر من ديجيتال إلى أنالوج. طبعا هذا بي أكثر من أوتبوت أنالوج VGA والأس فيديو وهو أنالوج أيضا نوع كومبوزيت، والنوع الأخير وهو DVI وهو ديجيتال فيديو. طبعا كثير من الحاسبات لغاية يومنا هذا يستعملون هذا النوع VGA. طيب شنو اللي يصير بداخل هذا الكارت؟ اللي يصير بداخل هذا الكارت اكو إشارة فيديو ديجيتال راح تدخل على DA ديجيتال تو أنالوج كونفرتر، يحولها من ديجيتال إلى أنالوج، ومن ثم تنتقل إلى CRT من خلال الأوتبوت اللي هو VGA أو الكومبوزيت كلنا حسب نوعه. طبعا اكو هنا كثير من العمليات تصير بروسيسنج بعد الانالوج فيديو، يعني اكو انالوج فيديو يطلع من خلال VGA هذا نوع شكل، واس فيديو نوع ثاني شكل، فكل واحد يمر بطريق لمعالجة الانالوج فيديو مختلف عن الطريق الثاني. هذا مثال مثل ما تشوفون هذا المونيتر مثال على الانالوج فيديو البروفيشنال انالوج فيديو اللي ما زال مستعمل لغاية يومنا هذا في الاستوديوهات البروفيشنال. طبعا هذا CRT مونيتر يستعمل لغاية يومنا هذا في الاستوديوهات، والسبب انه بما انه هي اجهزة بروفيشنال فيكون الكواليتي مال الديسبلاي مال هذا المونيتر يكون كواليتي جدا عالي. فبالرغم من وجود مونيترات بيومنا هذا ديجيتال، لكن ما زالت بعض الأجهزة تتعامل مع الأنالوج سيجنال. نجي الآن أول خطوة في دراسة الفيديو سيجنال وهو الفيديو فورماتس. طبعا كل شيء في الحياة عندنا يمشي وفق بروتوكول. هذا البروتوكول شنو الفائدة منه؟ مثل بالضبط خلينا نقول فكرة اللغة، يعني أنا حتى أتواصل ويا أي شخص ثاني يحتاج للغة مشتركة بيني وبينه حتى يقدر يفهمني وأقدر أفهمه. طيب شنو علاقة كلامنا هذا بالفيديو فورماتس؟ طبعا جميع أجهزة الفيديو تم تصنيعها وفق رولز حتى تسهل عملية التوافق بين جهاز وجهاز. يعني مثلا أنا عندي أكثر من جهاز
في داخل الاستوديو أكثر من سيستم، حتى جهاز يقدر يتعامل ويا جهاز من خلال إرسال واستقبال عدة إشارات فيديو. فأول شيء راح نجي على موضوع الفيديو فورمات. الفيديو فورمات أكو عدة أنواع. أولاً الـ NTSC وهو أول نوع تم التعامل به، National Television Systems Committee. هذا النوع تم استخدامه في أمريكا الشمالية واليابان. بعد فترة تم إضافة تحسينات لهذا النظام الـ NTSC، وهاي التحسينات من ضمنها حسنوا الباندويث في سبيل يوصلون إلى كواليتي أعلى. فتم تسمية النظام الجديد بنظام البال. طبعا هذا النظام يستخدم في أوروبا وآسيا وجنوب أمريكا الجنوبية عفوا. طبعا النوع الثالث هو نظام فرنسي اسمه سيكام، مشابه تقريبا لنوع البال. بالبداية حتى نفهم هاي الأنظمة لازم نفهم فكرة أساسية، وهي طريقة عرض الفيديو في أي جهاز. حتى نعرض فيديو سيجنال، عادة خلنا نعتبر هذا مونيتر. المونيتر عندما يستلم إشارة من سيستم معين، فيديو سيجنال، راح يبدي يعرض هذا الخط أول، ومن ثم يعرض هذا الخط ثانيا، ومن ثم هذا الخط ثالثا، يعني كأنه يرسم الصورة. هاي كلها دا نحكي على صورة واحدة still image، كلها صورة واحدة still image. هاي الاتجاه يرسم ثم يرجع من البداية، ثم يرسم ويرجع من البداية، وهكذا. هاي طريقة عرض الفيديو في كل الأجهزة، وهي مثل ما وضح بهذا الرسم. طيب هسه خلنا نفتهم هذا اللي حكيناه شنو معناه أو ليش حكيناه حاليا. طبعا الفرق بين الـ NTSC والـ PAL هو فروقات بسيطة جدا، لكن لا يمكن أن جهاز يعمل بالـ NTSC يتوافق ويا جهاز يعمل بنظام الـ PAL. ليش؟ راح نعرف ليش هسه. أول شيء الفرق بين الـ NTSC والـ PAL هو اللاينز، عدد اللاينز اللي هي 525 لاين، 525 بنظام الـ NTSC و 625 بنظام الـ PAL. طيب خلنا نفتهم شنو هاي الـ 525 و 625. نرجع إلى ما وضحناه سابقا. لما أنا قلت الـ Display Device راح يعرض الصورة اللي واصلتها بهاي الطريقة، في نظام الـ PAL راح يكون 625 لاين، يعني 625 مرة يرسم حتى يكمل صورة واحدة one frame. أوكي. أما في نظام الـ NTSC لا، راح يرسم 525 لاين فقط. يعني في نظام الـ PAL راح يرسم عدد لاينات أكثر من نظام الـ NTSC، وهذا طبعا بالتالي بما أنه حجم الصورة هو ثابت بالنظامين، حجم الصورة هو ثابت، فعدد اللاينات كل ما يزيد عدد اللاينات كل ما راح يزيد عدي الكواليتي مع الفيديو. نرجع للسلايد، يعني عندما زاد عدد اللاينات من النظام الـ NTSC إلى الـ PAL، فمعناه نظام الـ PAL صار عدد لاينات أكثر، فالكواليتي راح يزيد لأن زادت عدد اللاينات. نجي للحالة الثانية، Vertical Frequency. الفيرتيكال فريكوانسي نقدر نحسب من عنده كم عدد الفريمات اللي نقدر نحصلها من هذا النظام. طبعا نظام الـ NTSC راح ينطيني 60 هرتز، يعني اقدر اطلع من عنده 30 فريم بير سكند. طبعا هذا الشيء بالانالوج سيستم، اما بالديجيتال سيستم يوصل ل 60. ونظام الـ PAL لا، 50، يعني تقسيم 2 25 فريم بير سكند. وبنظام الـ نظام الديجيتال راح يوصل 50 فريم. السب كارير فريكوانسي والكارير فريكوانسي هذا راح نشرحه ان شاء الله بالسلايدات الجايه، الكارير فريكوانسي والسب كارير فريكوانسي مال الفيديو سيجنال. طيب الفيديو باندويث، طبعا احنا قلنا بالبدايه الـ NTSC تم استعمال نظام الـ NTSC
ومن ثم انتقل تم إضافة تحسينات لهذا النظام وسووا نظام البالشن. التحسينات اللي قلنا سابقا أنه تحسين بالباندوث، فطبعا أكيد راح نشوف الفيديو باندوث مال الانالوج سيجنال في الـ MTSC 4.2 أما في البال 5 أوكي ميجا هيرتز طبعا. فهذا الاختلاف هذا التحسين اللي تم إضافته. أما الساوند كارير هم راح هذا له علاقة بالسب كارير فريكوانسي، هسه راح نشوفه بالسلايدات الجاية إن شاء الله. أما الآن فهاي مراجعة بسيطة لأنواع الكالر سبيسز. الكالر سبيسز طبعا كنا نعرف نظام الـ RGB هو نظام سهل الفهم وسهل التعامل وياه. هذا يسموه الكالر ويل. الكالر ويل هو يشوفنا الألوان الأساسية مال كل لون، يعني الألوان الأساسية مال كل لون هي الـ R والـ G والـ B، الـ Red والـ Green والـ Blue. طيب الـ Red هو لون أساسي والـ Green لون أساسي والـ Blue لون أساسي، وما بينهما هي باقي التدرجات مال كل الألوان. يعني من خلال ثلاث قيم Red و Green و Blue أقدر أحصل أي لون موجود في الطبيعة. خلنا نأخذ من هذا الكالر ويل جزء معين نستقطعه، نأخذ هذا الجزء نحلله، راح نشوف إيش طلع عندنا. عندنا R قيمة R إلى صفر. ليش قيمة R إلى صفر؟ لأن أبعد ما يمكن عن الريد، فشي طبيعي راح نشوف الريد يمكن صفر. أما الجرين فهو 143، يعني أعلى قيمة هو الجرين. ليش؟ لأن هو أقرب ما يمكن عن اللون الأخضر. أما البلو فهو 71، لأن شنو النقطة اللي اختارناها ليست بالضبط بالجرين أو بعيدة عن ليست بالضبط بالجرين أو بعيدة عن البلو، لا بيها قرب نوعا ما من البلو، يعني بيها نسبة من اللون الأزرق. فهاي مجموع النسب هي تحدد لنا كأنه كود تحدد لنا هذا اللون يا لون، وطبعا هذا الكود بالهكساديسيمال جوا. طيب تدرج الألوان شنو هاي الأرقام؟ هاي من شقد لشقد؟ تدرج الألوان كنا نعرف من الصفر إلى 255. ليش من الصفر إلى 255؟ ليش مو أكثر؟ لأن أعلى رقم بالهكساديسيمال هو FF وما يعادل 255 بالديسيمال. طيب شنو الفائدة من هاي الكالر سبيسز؟ طبعا احنا من قلنا بالكالر سبيسز اكو ثلاث ألوان أساسية الـ R والـ G والـ B، فمن الطبيعي أنه كل صورة بيها ثلاث مكونات، يعني كل صورة نقدر نقسمها إلى ثلاث أقسام. قسم مكونات الصورة باللون الأحمر، والقسم الثاني مكونات الصورة باللون الأزرق، والقسم الثالث باللون الأخضر. يعني أي صورة still image، هاي لحد الآن احنا نحكي فقط على still image، أي صورة بال still image هي مكونة من ثلاث صور بالأساس: صورة للريد، صورة للجرين، صورة للبلو. طيب هذا الكالر سبيسز الأول الـ RGB. خلينا نشوف الكالر سبيسز الثاني اللي هو يتعلق بالكومبوننت فيديو اللي قبل شوية ذكرنا نوع الفيشة مالت ثلاث كيبلات تنقل صورة واحدة. طيب في الكومبوننت فيديو الصورة هاي تتحلل إلى ثلاث صور: الأول والثاني والثالث. الصورة الأولى هي ما تدعى باللومينانس، هذا كولر سبيسز ثاني غير الـ RGB. يعني لو بالـ RGB كان هاي مكونات اللون الأحمر، وهاي مكونات اللون الأزرق أو الأخضر، وهاي مكونات اللون الأزرق. لكن بالكالر سبيسز اللي يستخدمه الكومبوننت فيديو راح نوضحها بالسلايدات الجايه ان شاء الله. هذا لومينانس وهذا اليو وهذا الفي، راح نشوف شنو اللومينانس وشنو الكروميننس. لكن بالكومبوننت فيديو راح نشوف هاي الصوره هي اللومينانس، وهاي الصورتين مجموع الصورتين يسمى الكروميننس، وهي هاي تسمى اليو وهاي تسمى الفي. راح نشوف تفاصيلها شنو اليو شنو الفي شنو الواي. طبعا في هذا السلايد اي نظام بالعالم هو نعتبره انالوج سيستم في اي جهاز، يعني خلينا نعتبر الكاميرا عندما تصور اي صورة تلتقط الصورة كأنه ثلاث صور او كأنه ثلاث فريمات، وهي مكونات الصورة من ناحية الالوان في الـ RGB. طيب هذا الـ RGB عندما يتحول إلى نظام الـ YUV اللي هو راح نشرحه بالسلايد الجاي إن شاء الله، يحتاج له أنه نسوي له conversion من خلال هاي المعادلة. يعني اللومينانس يساوي قيمة مضروبة في قيمة الـ R اللون الأحمر زائدا 0.587
مضروب في قيمة الجرين زائدا 0.114 مضروب في قيمة البلو حتى يطلع الواي. طيب حتى إذا طلع اليو، اليو هو عبارة عن البي ناقص الواي اللي طلعناه حاليا، البي اللي هو البلو ناقص الواي مضروب في 0.492. وبالحالة الثالثة اللي هي هنا مو واضحة جدا، الفي ويساوي 0.877 multiplied by r minus y. طبعا هذا نظام مبسط وقريب جدا من نظام ال y u v، بس اختاريت لكم هو نفس نظام ال y u v لكن بصيغة الديجيتال، ديجيتال فورم. اختاريت لكم حتى يكون مبسط أكثر من الانالوج فورم، لأن شوية قد يكون صعب فهم الانالوج فورم. نظام ال y u v أو بالديجيتال فورم نظام ال y c r c b هو يعتبر جميع الألوان في الطبيعة هي موجودة ضمن مكعب. هذا المكعب تكون أول وجه له هو أعلى لومينانس للألوان، يعني اللي هو يقدر يكون اللون الأبيض، اللون الأبيض الناصع أعلى لومينانس بالألوان. وظهر المكعب أو الفريم الأخير من المكعب هو أقل لومينانس بالألوان، أغمق مركب للون، وما بينهما هي قيم اللومينانس. خلنا نعتبر هاي فريم، أوكي، بها لومينانس محدد، لومينانس معين، يعني هنا قيمة اللومينانس صفر وهنا قيمة اللومينانس ماكسيموم. فهذا أحد الفريمات اللي بيناتهم. من نريد أحدد اللون بي أقول قيمة اللومينانس اللي هي تحدد هذا الفريم بالضبط وين مكانه، وإلى قيمة بالسي بي، إلى قيمة للبلو أما بهالاتجاه أو بهالاتجاه، يعني أما إلى قيمة بالبلو عالية أو جدا قليلة بهالاتجاه، وقيمة للسي آر وهو الريد أما بهالاتجاه وهو قليل جدا أقل ما يمكن للريد، وهذا الاتجاه هو أعلى ما يمكن بالريد. فهذا نظام الواي يو في أو نظام الواي سي آر سي بي بالديجيتال. طبعا هاي شلون نقدر نحدد الألوان بالواي يو في واللي هو اللي شرحناه هذا السيستم. ننتقل الآن إلى هرم الألوان. هرم الألوان طبعا بالستيب الأول احنا شرحنا الار والبلو والجرين أو الريد والجرين والبلو، طبعا هذا اللي بالخطأ من الصورة. هاي الألوان موجودة بالطبيعة الأساسية ار جي بي. طيب عندما تتحول في الفيديو سيجنال يتم التعامل معها بنظام الكومبوننت، يعني يتم تحويلها بالطريقة اللي شفناها سابقا إلى نظام الكومبوننت، وهو اللومينانس، قيمة لللومينانس اللي هو الواي، وقيمة للبي آر والبي بي. طبعا هاي قلنا بالديجيتال فورم بس نقدر نقول باليو والفي بالانالوج فورم. هاي التسميات هاي بالانالوج فورم، لكن لكل نظام الانتي اس سي شكل والبال شكل والسي كم شكل، فكل نوع من هاي الأنواع لها تسمياتها الخاصة، لكن احنا راح نستعمل أكثر شيء الـ YUV. تم اكتشاف نظام ثاني غير الـ Component System تم تسميته الـ YC وهو الـ Luminance والـ Chrominance. شنو هذا الـ YC؟ أجي عالم من العلماء قال بمكان ما أني أستخدم ثلاث إشارات حتى أنقل صورة فيديو واحدة، يعني مثل ما شفنا بالـ Component يحتاج ثلاث كيبلات حتى أنقل صورة فيديو واحدة، أنا راح أحتاج إلى فقط إشارتين لنقل هذا الفيديو. الإشارتين هي الـ Y وهو الـ Luminance والـ C وهو الـ Chrominance، يعني سوى Compression لهذا الموضوع. يقول بما أنه الـ Y مجموع الـ R والـ G والـ B، فإذا G ناقص الـ Y نقدر نستخرجه من الـ B ناقص Y، فعملية حسابية لإيجاد المركب الثالث. وطبعا هذا كله قدر يختصره في سيجنال وحدة، يعني ينقل هاي الإشارة بكيبل واحد عن طريق استخدام تقنية الموديليشن، يعني قام يدز السيجنال هاي في تردد معين ويدز الكروميننس في تردد آخر، فسوى كومبريشن لهاي ثلاث سيجنالات، يعني ثلاث كيبلات خلينا نقول تنقل إشارة واحدة. هسه الآن كيبل واحد ينقل إشارة واحدة بنظام الواي سي. طيب بعدها اكتشفوا نظام الكومبوزيت واللي هو هسه راح ندخل بيه ونشرحه. نظام الكومبوزيت هو أيضا عبارة عن نظام لنقل إشارة الفيديو
ولكن هذا يختلف قليلا عن نظام الواي سي. اوكي راح نشرحها بالتفاصيل اكثر. طبعا مثل ما قلنا بالبداية بما انه هي ثلاث مركبات تكون الصورة حتى ننقلها بسيجنال واحد، يعني هذا الهرم هنا اعلى ما يمكن الكواليتي اللي هو بنظام الكومبوننت، وهنا اقل ما يمكن بنظام الكومبوزيت. ليش هنا اقل ما يمكن؟ لان هذا استعمل كومبريشن، يعني هذا ما زال ينقل الصورة بخطين كأنه بشانلين ينقل الصورة، أما هنا لا، الصورة كلها تنتقل من خلال سيجنال واحدة فقط، يعني ماكو موديليشن بالموضوع. حتى يقلل البروسيسنج بالفيديو ديفايسز شال الموديليشن واستعمل لنقل إشارة الفيديو بسيجنال واحدة، وراح نشوف تفاصيلها. طبعا هنا ما تحتاج باندوث عالي، هذا نظام الواي سي حتى ينقل الفيديو سيجنال قام يحمل اللومينانس في فريكوانسي معين، هذا الفيديو كارير، هذا اللومينانس كارير، وكان اكو كرومينانس سب كارير اللي هو هذا بال 3.58. اذا تتذكرون راح نرجع على السلايدات اللي بالبداية بالمقارنة قلنا اكو سب كارير فريكوانسي 3.57، هناك كتبنا 3.58 عفوا، هذا الفريكوانسي سب كارير. هذا شيء ايش ينقل؟ الكرومينانس، يعني انا عندي الكارير راح ينقل الواي اللومينانس، اما السب كارير راح ينقل الكرومينانس. اما بالبال راح يختلف الفريكوانسي مال السب كارير، صار هنا 4.43. اوكي نرجع. طيب اللومينانس سيجنال راح تاخذ من الباندوث من 0 الى 4.2، يعني هذا نحكي على نظام الـ NTSC، من 0 الى 4.2 هاي السيجنال، من الى هنا هاي اللومينانس، هاي الفيديو سيجنال. طيب لومينانس وكرومينانس. اما يوجد عندنا الاوديو سب كارير اللي هو هذا، يعني في نظام الـ YC سوى موديليشن، اول شيء دز السيجنال اللومينانس بسيجنال معين، ودز الكرومينانس سوى عملية حسابية بيناتهم حتى يوصلهم إلى سيجنال واحدة، ودزها من خلال شنو؟ من خلال الموديليشن. طيب ودز الصوت وياه أيضا من خلال الموديليشن، يعني قدر يحمل كأنه أربع سيجنالات، ثلاثة فيديو واحد أوديو أو اثنين أوديو، قام يحمله وين؟ يحمله سب كارير أو أوديو كارير. أوكي؟ وطبعا هذا النظام يستخدم الكوكسيال كيبل لنقل الاشاره. نرجع الان الى موضوع ثاني. اول شيء احب اذكركم بالبدايه قلنا اي فيديو ديفايس من يريد يعرض الفيديو سيجنال يرسمه بهذه الطريقه، يرسمه بهذه الطريقه، يبدي اللاين الاول ثم اللاين الثاني ثم اللاين الثالث وهكذا إلى أن يوصل عدد اللاينات. مثل ما قلنا إذا كان في نظام الـ NTSC راح يرسم 525 لاين، وفي نظام الـ PAL راح يرسم 625 لاين، وراح نرجع ونقول الكواليتي راح يكون أفضل في نظام الـ PAL. ليش؟ لأن عدد اللاينات أكثر. طيب هسه شلون راح يفتهم المونيتر أنه بدت السيجنال مع اللاين الأول وانتهت، وبدت الآن السيجنال مع اللاين الثاني وانتهت، وبدت السيجنال مع اللاين الثالث وانتهت. بهذا السلايد راح نوضح شلون هاي العملية تتم. أول شيء الصورة اللي أمامنا هي عبارة عن one line video signal، one line video signal، يعني الفيديو سيجنال هذا one line video signal، الفيديو سيجنال من هاي النقطة لهاي النقطة فقط، هذا تمثيل لها، يعني هو مو بالضبط لكن تمثيل لها. اولا اكو عندنا بارتين للفيديو سيجنال، البارت الاول هو هذا من هذا اللاين ولغاية هذا اللاين، هذا البارت الاول، يعني طبعا هو التايم يبدي من صفر الى هذا نهاية اللاين، فمن هذه من هذا اللاين عفوا ولغاية هذا اللاين هذا البارت الأول، وأما البارت الثاني هو يبدي من هاي النقطة ولغاية هاي النقطة نهاية اللاين. أولا راح نأخذ هذا البارت، هذا البارت بهذا السلايد أعتقد أوضح، اللي هو يبدي من هاي النقطة
ولغاية هاي النقطة. منا تكملة البارت الثاني. هذا البارت يسموه البلانكينج بارت. البلانكينج بارت إيش بيه؟ بيه تقريبا ما يعادل 1.5 مايكرو سكند. هذا يسموه الفرونت بورتش. شنو هذا وشنو فائدته؟ راح نشرحها هسه بالتفصيل. البارت الثاني وهو السينك تيب اللي هو هذا من هاي النقطة ولغاية هاي النقطة. أما البارت الثالث وهو الباك بورتش اللي هو من هاي النقطة ولغاية هاي النقطة. نرجع على الصورة الأولى حتى تكون أوضح شوية. أول شيء السينك تيب راح نحكي عنها. السينك تيب شنو فائدتها؟ السينك تيب أي فيديو ديفايس راح يعرف أنه السيجنال اللي راح تيجي بعدها هي فيديو سيجنال للاين جديد. يعني الديفايس من يشوف سينك تيب يبدي يحسب أو يبدي يرسم بلاين جديد. أوكي؟ خلنا نشوف. يعني هنا ظهرت عندنا سينك تيب. بعدها تكملة الإشارة مال اللاين. في نهاية الإشارة مال اللاين ظهرت عندي سينك تيب فرأسا حول لللاين الجديد. وبالنهاية مرة ثانية ظهر سينك تيب حول إلى لاين جديد. طبعا هو بالواقع مو بالنهاية، هو هنا احنا من دنا رسمه بالفيديو سيجنال لاين نرسمه هنا. هذا السينك تيب يبدي هذا لاين سينك تيب لاين سينك تيب لاين وهكذا. فمن خلال السينك تيب يعرف الفيديو ديفايس انه ما بعده هي إشارة للاين جديد. طيب بعد السينك تيب راح يجي الكالر بيرست. الكالر بيرست شنو الفائدة منه؟ شنو سبب وجوده؟ هو عبارة عن سيجنال كلين سيجنال. اوكي، هاي الكلين سيجنال حتى من خلالها احنا نقدر نحدد شغلتين. الشغلة الاولى هي المحور مال هاي السيجنال. هذا اللاين مال هذا المحور مال هاي السيجنال هو هذا البلانكينج ليفل. نصيح له بلانك ليفل. بلانك ليفل شنو البلانك ليفل؟ الليفل الخالي. يعني اي اشاره تجي على هذا اللاين حول هذا اللاين تعتبر خاليه، ماكو سيجنال. اوكي، طيب اكو ليفل ثاني اسمه البلاك ليفل. طبعا لازم نميز بين البلاك والبلانك. بلاك وبلانك. البلاك ليفل هو الليفل مال اللون الاسود. طبعا اكو اختلافات بسيطه بين سيجنال الان تي اس سي وسيجنال البال، بس احنا ما راح نتطرق لها، راح نوضح فقط كل تسمية شنو معناها وشنو فائدتها. البلانك ليفل هو محور الكلين فارغ ماكو اي سيجنال. اما البلاك ليفل فهو محور اللون الاسود. بما ان اللون الاسود اقل ما يمكن باللومينانس فراح يتم تمثيله باقل ما يمكن من السيجنال، فلذلك هو راح يكون شوية اعلى من البلانك. اوكي، فالكولر بيرست راح يحدد يا هو البلانك ليفل. اوكي، ويحدد شيء ثاني. شنو هو الشيء ثاني؟ يحدد الفيز. الفيز مال السيجنال، يعني الفيز الاساسي او المصدر اللي راح نقارن وياه هو الفيز مال الكولر بيرست. اوكي، بقى شيء واحد هو الفرونت بورتش. شنو الفرونت بورتش؟ هو فترة من الزمن خالية ما بيها سيجنال. اوكي، هاي الفترة قيمتها تقريبا 1.5 مايكرو سكند. شنو الفائدة منها؟ ندري كل الأجهزة الإلكترونية تحتوي على كاباسيترات. هاي الكاباسيترات أحيانا تشحن وتحتاج وقت للتفريغ. يعني نرجع على هاي السيجنال، إذا أجدت إشارة فيديو واحدة من الكاباسيترات بعدها بيها قيمة فولتج ما مفرغة، فاللي راح يصير قيمة الفولتج هاي راح ترفع من الليفل هذا مال الفيديو سيجنال. من ترفع من الليفل ترفع بنسبة ولو قليلة، لكن راح تشوه بالسيجنال. أنا مثلا عندي هذا اللاين بي سيجنال بهذا المحور، لكن كانت المتسعة مو خالية 100% من الشحنة، فرفعت الدي سي ليفل إلى هذا الليفل، فتغير هذا شيء وهذا شيء، هذا لون وهذا درجة من اللون ثانية تختلف عن هذا الأول، فهذا صار نويز أو تشوه. لذلك يحسبون هذا التايم هو كون تايم كافي لتفريغ كافة الكاباسيترات في الفيديو سيركت. هذا الفرونت بورتش. نجي للبارت الثاني.
اللي هو الفيديو سيجنال نفسها. الفيديو سيجنال بيها ثلاث كومبوننتس. الكومبوننت الاول هي الليفل مالتها، يعني الدي سي ليفل، يعني المحور مالتها او وسط الاشاره مالتها. اوكي، هذا المحور هو شيء يمثل اللومينانس، يعني خلينا نعتبر هاي الشفره كانه بين جهاز وجهاز. لما هذا الجهاز يستلم هاي السيجنال او هاي الفيديو سيجنال او يعني فيديو لاين سيجنال، راح يفتهم هذا اللومينانس يقارنه ويا البلانك ليفل. البلانك ليفل وليس البلاك، راح يقارنه ويا البلانك ليفل، راح يشوف الفرق مالته، راح يعرف قيمه اللومينانس ايش قد. هذا الدي سي، الدي سي كومبوننت او الليفل، احنا نسميه ليفل ما نسميه دي سي كومبوننت. الكومبوننت الثاني اللي هو شنو؟ الامبليتيود. يعني مثلا هاي السيجنال، خلينا ناخذ هاي السيجنال من هاي النقطه لغايه هاي النقطه، هاي السيجنال ايش قد ترتفع وايش قد تنخفض، بيك تو بيك، ايش قد البيك تو بيك مالتها. كل ما زاد البيك تو بيك زاد الساتوريشن، يعني هذا قيمة البيك تو بيك الامبليتيود راح تمثل الساتوريشن مال السيجنال. كل ما زاد كل ما الساتوريشن مال اللون تزيد، كل ما قل كل ما الساتوريشن مال اللون تقل. اما الفيز راح يقارن هذا الفيز ويا الفيز مال الكالر باس حتى يعرف شنو، حتى يعرف الهيو او الكالر، يعني مثلا شنو يميز اللون الاخضر عن اللون الاحمر. هو الفيز يقرا هسه هذا فرق الفيز عن هذا 167، اذا هذا لون شكل، لكن هذا الفيز 283 يختلف عن هذا، هذا الفيز يختلف عن هذا، اذا هذا يعني يختلف، قصدي عن هذا عفوا، الفرق بين هذا وهذا يختلف عن هذا وهذا، اذا هذا لون شكل وهذا لون غير شكل، وهذا الى ليفل شكل وهذا الى ليفل مختلف، وهذا الى امبليتيود شكل وهذا الى غير امبليتيود، معناها الساتوريشن هم مختلف. فاحيانا نشوف اثنيناتهم اشارتين نفس الامبليتيود لكن مختلف اللون، لان الفيز يختلف، يعني الساتوريشن نفسه لكن اللون يختلف، الهيو يختلف. اوكي، هذا طبعا موضوع جدا مهم. طيب اكو شيء نسينا نقوله اللي هو هذا الارتفاع مال الليفل، هاي القيمه من شقد لشقد. طبعا هي احنا كنا ندري الاشارات تنتقل بالكيبلز فولتج. اوكي، فاحنا هنا شو بدنا نشوف؟ المحور مكتوب اي ار اي، شنو فرق الاي ار اي عن الفولتج؟ واحد اي ار اي يساوي 7.143 ملي فولت بيك تو بيك، يعني الرينج كله اعلى شيء بالرينج هو 140 اي ار اي ويساوي 1 فولت بيك تو بيك. هذا جدا مهم. طبعا هاي صوره ثانيه توضيحيه للكومبوزيت فيديو سيجنال. طبعا هذا البارت ما ننساه، هذا البارت هو فقط المرئي من هاي النقطه ولغايه هاي النقطه، اما هذا البارت اللي هو السينك تيب فرونت بورتش والكالر باست، هذا يكون هنا احنا ما نشوفه، اللي نشوفه احنا بالواقع بالفيديو سيجنال من هاي النقطة ولغاية هاي النقطة، يعني المرئي بالنسبة لليوزر. وين نقدر نشوف هذن؟ نقدر نشوفهم في أجهزة خاصة لتحليل الفيديو وتسمى الويف فورم. طيب هسه ننتقل إلى موضوع ثاني وهو الأسبكت ريشيو. طبعا كنا نتذكر التلفزيونات القديمة كانت بها أبعاد شكلها ما يقارب للمربع، أقرب للمربع. أما التلفزيونات الحديثة أو LCD-ات الحديثة أو أي نظام ديسبلاي الحديث، نشوف الصورة ما تشبه يعني مستطيل وجدا وايد. شنو هذا الفرق؟ هذا الفرق سابقا كانت تصنع أجهزة الديسبلاي بأبعاد 4-3، يعني أربع وحدات للعرض وثلاث وحدات للارتفاع، فالصورة تصير شبه مربعة. أما حاليا وصلت التقنية لتصنيع 21x9، يعني 21 وحدة عرض وتسع وحدات ارتفاع. طيب هنا اكو مشكلة راح تسبب لنا،
شنو هي هاي المشكلة؟ يعني الإشارات القديمة عندما تنعرض على مونيترات أحدث راح يكون أكو بارت من نابلاك وبارت من نابلاك. ليش؟ لأن يعني اختلاف بالأبعاد. يعني هنا 4 وحدات راح يصير 21 وحدة، 3 وحدات راح يصير 9 وحدات. طيب 3 وحدات إلى 9 وحدات ممكن، ليش؟ تنضرب في 3، بس إذا 4 ضربناها في 3 راح يصير 12 وحدة. يعني احنا بالمونتر بالأساس عندنا 21 وحدة، فراح يصير 12 وحدة. هاي ال 12 وحدة بيها بارتين اكو 12 إلى 21، هذا الفرق راح يسبب هذا الفراغ الأسود من نومنا. فلذلك عادة عندما نسوي تنصيب لأي سيستم في الاستوديوهات أو في أي منظومة لازم نحسب حساب الأسبكت ريشيو. يعني الجهاز الأول يتعامل بأسبكت ريشيو مثلا 16:9، لازم باقي الأجهزة كلها نخليها على نظام 16:9 حسب نظام البث مالتنا. أو إذا ردت أشتغل نظام بث 21:9 لازم كل الأجهزة تقدر تتعامل ويا هذا النظام. وطبعا هذا يشمل الانالوج سيستم والديجيتال سيستم. يعني بالديجيتال سيستم عدد البكسلات بالعرض قياس نسبتها الى عدد البكسلات بالارتفاع هو 21:9 او 16:9 او 4:3 حسب نظام الديسبلاي او نظام الجهاز اللي بدنا نشتغل عليه. نيجي الان الى موضوع جدا مهم وهو الفيديو ابلكيشن فور هاي سبيد اوبريشنال امبليفايرز. طبعا كنا نعرف اي جهاز الكتروني يتم تصميمه نحتاج بالتصميم استخدام الاوبريشنال امبليفايرز اوب امبس. طيب هاي الاوبريشنال امبليفايرز، طبعا هذا الاوبريشنال امبليفاير في نظام الفيديو عندما نختاره لازم نختاره وفق معايير معينه. هاي المعايير لازم تحقق عندنا امور. الامر الاول هو الباندويث، الامر الثاني هو الفيز، الامر الثالث هو النويز مارجن، والامر الرابع هو الديفرنشال جين والديفرنشال فيز. شنو هاي الأمور اللي لازم نحققها؟ أول شيء نجي على الباندوث. لما نختار Operational Amplifier حتى نصمم سيركت مال فيديو لازم يكون هذا الأمبليفاير قادر على تغطية جميع ترددات الفيديو. ليش؟ هسه راح نوضحها. خلنا نعتبر عندنا هاي الفيديو سيجنال، هاي الفيديو سيجنال اللي شفنا صورتها قبل شوية. لما اختار operational amplifier خلينا نقول قادر على تغطية لغاية هذا البارت، يعني الفريكوانسي او الباندوث اللي يغطي خلينا نقول من هاي النقطة ولغاية هاي النقطة. هذا op amp باندوث، اوكي، وهاي الفيديو سيجنال باندويث. اوكي، لما الاوبريشنال امبليفاير قادر على تغطية فقط هذا البارت، يعني هاي السيجنال من هاي النقطة لهاي النقطة، ايش راح يصير بيها؟ راح تقل قيمتها، تقل طبعا تدريجي، هو راح قيمتها تقل. ليش؟ لأن الأوبريشنال أمبليفاير ما يضمن تغطية لغاية هذا التردد. فإذا قلت اللي راح يصير شنو؟ الترددات العالية في هاي المنطقة، نرجع على السلايد، الترددات العالية بالفيديو والسيجنال الأصلية ما راح يقدر يغطيها، فش راح يسوي لها؟ راح يضغطها. يعني ايش حيقلل منها؟ حيقلل الأمبليتيود. طيب إذا قلل الأمبليتيود للترددات العالية شنو اللي حيصير؟ نرجع لهذا السلايد. إذا قلل الامبليتيود، هذا مو الامبليتيود، ايش راح يقل عندنا؟ الساتوريشن. إذا قل الساتوريشن معناها اختلف اللون، يعني صار اكو اشكال بالصورة. فهذا اول خلل اللي يسبب الباندوث، فلازم نختار اوبريشن امبليفاير يتوافق ويا الفيديو سيجنال اللي راح نتعامل بيه، يتوافق ويا الفيديو سيجنال. الفيز، نرجع لهاي الصورة. إذا كان الأوبريشنال أمبليفاير مالتنا اللي اختاريناه مو دقيق بالتعامل مع الفيز، يعني قد يسوي فيز شيفت بنسبة معينة ولو بسيطة، هذا الفيز شيفت راح يأثر على شنو؟ الفيز مال السيجنال. وإذا أثر على الفيز مال السيجنال طبعا أكيد راح يأثر على شنو؟
شنو اللي يساوي الفيز اللي هيو او الكالر، يعني بمكان ما راح يعطيني كالر معين راح يعطيني كالر ثاني مقارب إلى، قد يكون مقارب إلى، فيسبب عندي خلل او نويز بالصوره، فهذا هم غير مرغوب به. اما الموضوع الثالث وهو النويز، فاذا كان الاوبريشنال امبليفاير يسبب ظهور نويز معين في السيجنال، طبعا النويز راح ياثر على الدي سي ليفل، راح يرفع الدي سي ليفل بنسبه قليله او يخفضه بنسبه قليله حسب اتجاه البولاريتي مال النويز. فاذا ارتفع الدي سي ليفل او انخفض بنسبه قليله ايش راح ياثر على اللومينانس. نرجع الى الحاله الاخيره وهي الديفرنشال جين والفيز. اكو احيانا بعض الاوبريشنال امبليفايرز تتعامل ويا الامبليتيود بالنسبه للدي سي ليفل، يعني الامبليتيود يصير بزياده ولو قليله في الليفل مال الدي سي العالي، ويصير بنقصان ولو قليل في الليفل مال الدي سي الواطي. يعني راح هنا الامبليتيود الاوبريشنال امبليفاير راح يقلل الامبليتيود بهاي المنطقه بنسبه قليله جدا، ويعلي الامبليتيود في هاي المنطقه، يعني ما راح يحتفظ بالامبليتيود الحقيقي. فلذلك اذا اختلف الامبليتيود هم راح نرجع ونقول راح يغير عندنا الساتوريشن، فراح يتغير اللون، فيكون هذا الاوبريشنال امبليفاير غير مرغوب بالاستعمال في فيديو سيركتس. اما الديفرنشال فيز احيانا يسوي فيز شيفت بنسبه معينه للدي سي ليفل العالي، وفيز شيفت يختلف بالليفل الدي سي الواطي. واخيرا فيديو ابلكيشن سيركت، هاي الفيديو سيركت عاده يوضعون في اي انبوت للفيديو سيركت مقاومه 75 اوم. ان شاء الله بالمختبر راح تشوفون عاده بالانبوت مال اي ديفايس فيديو ديفايس راح نشوف اكو انبوت وبصفه فشي اسمه اللوب اوت. اللوب اوت شنو الانبوت شنو؟ الانبوت عندما اريد اربط سيجنال لهذا الديفايس، لكن اللوب اوت هو اوتبوت من نفس هذا الانبوت اللي دخل. اوكي ممكن استعماله، يعني مثلا انا السيجنال اريد اعطيه لهذا الجهاز ولجهاز اخر، فاربط بالانبوت واخذ من اللوب اوت اعطي السيجنال نفسها لجهاز ثاني. طيب هذا الشيء محسوب حسابه بالتصميم. عندما اني اجي اربط الانبوت ما يصير اترك الاوتبوت فارغ، لازم شو اربط مقاومه 75 اوم حتى تسوي ماتشنج بالامبيدنس، يعني كانه انا رابط اللوب اوت للخارج لجهاز ثاني، او ما يسمى احيانا دومي لود، المهم ترمينيشن يربط بالاوتبوت او باللوب اوت عفوا مال الانبوت سيجنال لاي ديفايس، وقيمة هذا التيرمينيشن هو 75 اوم حتى يسوي امبيدنس ماتشنج وما يأثر لا على امبليتيود ولا على اي شيء ثاني، حتى يحافظ على الكواليتي مال الفيديو سيجنال. هذا لازم ننتبه عليه ان شاء الله بالمختبر، راح نشوف شلون يتم التعامل مع اللوب اوت. هذا ونأتي الى نهاية محاضرتنا اليوم ان شاء الله لمادة الفورمات فيديو تكنولوجي 2 الانالوج فيديو. شكرا جزيلا.